النار بتطلع لما المواد العضوية تتحرق في وجود الهواء، بس عمرك سألت نفسك سؤال؟ ايه هي النار دي فعلا؟ ليه النار اللي في الغاز لونها ازرق ولما تولع في حطب بتبقى برتقالية؟ وليه ألسنة اللهب بتتحرك بطريقة ساحرة كده؟ الكيمياء ممكن تشرح لنا ازاي الاحتراق بيحصل، لكن الشغل الضوئي ده شغل فيزياء. لما النار تكون نظيفة زي لما تولع في غاز أو تستخدم شعلة لحام، الحرارة بتسخن الجزيئات وتخليها تطلع ضوء أزرق شاحب، وده بسبب إن الجزيئات دي بتتحرك بسرعة وبتطلع طاقة على شكل ضوء. دي حاجة بيسموها ميكانيكا الكم. لكن لما الوقود يبقى مش نظيف قوي زي الحطب أو الفحم، الاحتراق ما بيكونش كامل، هو في ضوء أزرق برضه بس مش بنشوفه، عشان الضوء اللي بيطلع من السخام أو الدخان بيكون غالب عليه. السخام ده بيطلع ضوء لونه أحمر ساخن. طب ليه الأجسام السخنة بتلمع؟ ده بيبقى بسبب حاجة اسمها إشعاع الجسم الأسود. يعني ببساطة أي جسم سخن بيطلع ضوء، ودرجة الحرارة بتحدد لون الضوء ده. عشان كده الحمم البركانية أو الحديد الساخن بيطلعوا ضوء لونه أحمر برتقالي، لكن احنا جسمنا مش سخن كفاية عشان نطلع ضوء مرئي، واحنا بنتوهج أصلا في الأشعة تحت الحمراء اللي مش بنشوفها. ليه النار بقى بتطلع لفوق؟ ده بسبب الجاذبية. الجاذبية هي اللي بتخلي الهواء السخن يطلع لفوق، وده اللي بيخلي اللهب ياخد الشكل المعروف بتاعه. ولو ولعت عود كبريت في الفضاء من غير جاذبية، هتلاقي النار منتشرة في كل الاتجاهات زي البالون. في النهاية يا صديقي، ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد على المحتوى ده.